الشعوب الشيوخ الأفاضل أعضاء الحكومة المحلية، حقيقة سعيدين كل السعادة اليوم بافتتاح هذا المشروع الاستراتيجي المهم الذي سيكون عامل مساعد مهم لسحب التغدق الحاصل في الأراضي، سحب المياه الجوفية، مياه البزل التي لطالما أثرت بشكل كبير على الأراضي الزراعية في محافظة كربلاء المقدسة العزيزة. هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تخدم الأراضي الزراعية في محافظة كربلاء. صحيح أنه تأخر كثيرا، ولكن الحمد لله أنجز بالمتابعة الحثيثة حقيقة من قبل السيد المحافظ والحكومة المحلية. نشكر الجميع على هذا الإنجاز، نشكر جميع الكوادر والوزارة أيضا بدورها تعمل ومنذ فترة ليست بقليلة على إنهاء هذا الملف الخاص بتغدق الأراضي من خلال إنشاء المشروع أو الحل الدائم اللي نعمل عليه حاليا، اللي هو المهرب الذي سوف يساهم أيضا في إنهاء هذه المشكلة بالكامل في محافظة كربلاء وإعادة الأراضي الزراعية. هذا المهرب سوف يتكون من حقيقة من بوابات تعمل بفرق المناسيب دون الحاجة إلى توليد كهرباء، لتحافظ على منسوب أقل من هذا المنسوب الحالي، وسوف يؤمن. الكل يعلم مشاكل الكهرباء والانقطاعات التي قد تحصل، ونلاحظ هذا الموضوع عندما كان يحصل في هذه المحطات. ترتفع المناسيب بطريقة كبيرة تؤثر على الأراضي الزراعية. إن شاء الله مع هذا المشروع والمهرب سوف تنتهي كل المشاكل في محافظة كربلاء. حقيقة لاحظنا في هذه المحافظة هناك تميز في إدارة الموارد المائية من خلال دعم المحافظ السيد المحافظ والحكومة المحلية لمشاريع التقنيات الحديثة في الأرواء. هذه المشاريع ستكون حقيقة كربلاء أيقونة لكل محافظات العراق في موضوع استخدام تقنيات الأرواء الحديث التي تساهم بجانبين، جانب تقليل الاستهلاك والجانب الآخر زيادة الغلة الزراعية، وهو هذا الهدف الحقيقي لكل عملية أرواء صحيحة. لاحظنا التوجه الطيب من قبل المحافظ السيد المحافظ في موضوع ربط الإسالات وعدم بعثرتها وربطها بالأنهار الدائمة الجريان، وهو هذا التصرف العلمي والعملي الصحيح لضمان ديمومة تقديم الخدمة للمواطن. اليوم نصب محطات الإسالة بطريقة غير مدروسة، نعم تقدم خدمة لمرحلة معينة ولكنها غير مستمرة. أنا أعتقد الإجراءات اللي قامت بها محافظة كربلاء إجراءات استراتيجية مهمة عالجت وسوف تعالج كل المشاكل من ناحية محطات الإسالة والأرواء في المحافظة. فأقدم شكري للسيد المحافظ، إلى الحكومة المحلية، إلى كوادر وزارة الموارد المائية لإنجاز ومتابعة مثل هذه المشاريع. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.